احنا اسفين ان ايام المسيح ما كانش فيه ريكوردرز يسجلوا الصوت. ده لو كان موجود الريكوردر ايام المسيح دي كنا حصلنا على ايه؟ ده كان مجرد عظة تسبي العقول والافكار وتخلي الناس مشدودين لكلمة المسيح. ده مجرد كلمة هلما ورائي كان يقولها المسيح لحد ما يقدرش يحتمل. سمعان واندراوس قال لهم هلما ورائي فاجعلكما صيادي الناس. تركوا الشباك وتركوا السفينة وتركوا الاهل وتركوا الاقارب، وبطرس ترك زوجته ومشي وراء المسيح. هذا الصوت الجميل الحلو، صوت حبيبي. صوت ربنا مفروض ان الانسان يميزه عن باقي الاصوات. مش كل انسان بيقدر يسمع ولا يقدر يميز ولا يستحق ايضا. ولذلك شاول الطرسوسي لما كلمه المسيح هو سمع صوت المسيح واللي حواليه ما سمعوش. بيقول رأوا النور ولم يسمعوا صوت الذي يكلمني، لأنهم لم يكونوا مستحقين أن يسمعوا صوته. مش أي واحد يستحق. علشان كده إحنا لما بيتقرى الإنجيل في الكنيسة بنصلي صلاة قبليها اللي هي أوشية الإنجيل،